يعني للحرب بظروفها لم يكن هناك، أولا السجون في غالبها تم قصفها، في معظم القطاع تم قصف السجون، وبالتالي كان لابد من إجراء، فمعظم السجناء تم، خاصة الجنائيين أو الناس عليهم يعني نتيجة خلافات ثنائية وغيره، كل هيتهم تم روحوا إلى بيوتهم، وحينما انتهت الحرب عادوا إلى السجون. أما هؤلاء لخطورتهم ما كان يجب أن يكون إلا تنفيذ القصاص ليستحقوه في هذا المجال، فهؤلاء يستحقوا ذلك وأجريت لهم المحاكم ولم يظلم منهم أحد. وأعتقد أنه لا يوجد أحد تم إعدامه إلا والتسجيلات كاملة حول محاكمته، حول اعترافاته، حول الجرم الذي قام به، ولم يعدم واحد ليس على يديه دم، بمعنى انه كان القصاص عادلا بانهم جميعهم تسببوا في مقتل العشرات من ابناء الشعب الفلسطيني. خليني اقول لك انه شيء اخر، اقرأ تصريحات الامم المتحده فيما يتعلق بالمدارس اللي قتل فيها العشرات واصيب العشرات فيها ايضا، كلها كانت باخباريات من هؤلاء العملاء بان هناك مخازن للصواريخ في المدارس. ثم خرجت الأمم المتحدة لتقول هذا كذب صراح، ولم يكن هناك في أي مدرسة أي سلاح، ولكن قتل العشرات من الأطفال والنساء في داخل المدارس، وهذا كان بفعل العملاء. المساجد تم تدمير أكثر من 179 مسجد، وكلها كانت ببلاغات واحدة بأن هذه فيها مخازن سلاح، وهذا كله ثبت كذبه وافتراءه، افتراءات كلها. وتم تدمير المساجد 179 مسجد، وقيسي على ذلك كل التي تم قصفها، المباني اللي في الجامعة، مباني الجامعة قالوا أن هذه معامل للتصنيع وتم قصفها، والمعلومات متضاربة. طيب أنت إسرائيل تقول أنه كل المخازن وكل رجالات حماس وقياداتها في داخل الأنفاق، طيب ليش تضرب المدارس بإخبارية بكذا وكذا؟ أقول لك مقتل الشهداء الكبار، سواء كان قصف الضيف أو قصف العطار وكذا، كانت بإخبار من العملاء. وأنا أقول لك إنه هؤلاء الناس يعني أنت، أنا حابب إنك تسأل الشارع الفلسطيني، مش تسأليني أنا عن ما هو الواجب فعله اتجاه هذه الطبقة من الناس. أما إنه ينسب لفتح فأنا يعني أربأ بفتح وبغيرها أن تنسب أي عميل لها.